البعض العسكري الاستفادة من تجربة وقوة المقاومة هذا أمر أساسي. نعم. وهنالك أكثر من بعض الاستراتيجية الدفاعية، بعض الاقتصادي، البعد الاجتماعي، لان الاستراتيجيه الدفاعيه هي استراتيجيه وطنيه. يعني رئيس الجمهوريه اللبنانيه في هذا الاطار استكمالا لما تقول حصر انه ستتحدث عن الابعاد الانمائيه والاقتصاديه والعسكريه الاستراتيجيه الدفاعيه. لان اي استراتيجيه دفاعيه يتم بحث منطلق هذه الاستراتيجيه واساس هذه الاستراتيجيه، سواء كان على المستويات العسكريه والاجتماعيه، الانسان هو الاساس فيها. نعم. ولا اسمح لي من التعامل مع هذه المنطلقات. نعم. ولا اسمح لي ان انتقل الى الكاتب والمحلل السياسي الذي انضم الينا السيد جوني مناير. اهلا بك سيد جوني مناير. يعني كمحلل سياسي برايك اليوم في جلسه الحوار الوطني، هل من عوامل جديده تحكمت ربما بمسار نقاش طاوله الحوار في ظل التحول الاخير الذي لاحظناه وشاهدناه في موقف النائب وليد جملاط من سلاح المقاومة، والذي على ما يبدو أنه تزامن مع كلام الجنرال عام؟ أعتقد أولا مساء الخير. مساء الخير. أعتقد هنالك تحول حصل. هذا التحول يبدو واضحا، التحول هو في الشكل وليس في المضمون، لأن يعني بما معناه أن أيا تكن الأمور فإن طاولة الحوار ليست مهيئة وليست ليس لديها إمكانية هي بالفعل من أجل معالجة سلاح هو بالحقيقة على المستوى الإقليمي. لكن حتى على مستوى النقاشات، نعم هنالك حصل هنالك تحول، ونحن لاحظنا الفرق الكبير الذي حصل ما بين هذه الجلسة والجلسة الأولى. نعم. الجلسة الأولى والتي قيل أن توقيتها لم يكن بريئا، قيل وما سبب فيما بعد مواجهات سياسية وصيدت حتى بوجه رئيس الجمهورية. إنما في الجلسة الأولى ذكر موضوع المقاومة وشطب من البيان، ونتذكر جميعا ماذا حصل مع الرئيس فؤاد السنيورة. المناخ اليوم كان مختلفا جدا، المناخ كان أهدأ، لعبل حتى المواقف التي أعلنت قبل أن يقضى طاولة الحوار تطرقت إلى الموضوع على أساس عدم الاقتراب من سلاح حزب الله والحديث فقط عن موضوع استراتيجية الدفاع. يعني تمكن رئيس الجمهورية من تصويب طاولة الحوار نحو الموضوع الأساسي الاستراتيجية الدفاعية. أعتقد أن البحث اليوم كان أكثر رصانة وأكثر هدوءا، بينما كان في المرة السابقة أو في المرات السابقة أكثر احتياجا وأكثر لا وقت. جيد. سأتوقف معك عند هذه النقطة، سأعود إليك سيد جوني مناير لو سمحت، ابقى معي بالعودة إلى سيد روكوز الغيب. برأيك ما كان الهدف من إعادة طرح أوراق قديمة تعود إلى مقررات جولات الحوار الأولى عام 2006 والعمل على تنفيذها؟ طرح الأمور السابقة هي استمرارية لطاولة الحوار، هي استمرارية للاجتماعات السابقة. يعني إذا ما قدرنا وصلنا إلى تنفيذ المقررات السابقة، من سيضمن تنفيذ المقررات اليوم؟ نعم. يعني إذا ما توافقنا على حسم بعض الأمور وإنهائها وتحويلها إلى مراحل تنفيذية، مين بيأكد لنا أنه يلي عم يتناقش اليوم رايح باتجاه التنفيذ بالمستقبل؟ نعم. أنا بحب هوني بس شير إلى شيء قلته، بحب وضحه بس شوي بالنسبة إلى سلاح حزب الله ضمن استراتيجية دفاعية. نعم. يلي نحن بنشوفه انه وضع استراتيجية دفاعية متفق عليها سيلغي طبعا وحكما كلمة سلاح حزب الله، سيصبح سلاح هذه الاستراتيجية الوطنية. يعني شو بنعمل بسلاح حزب الله، او هل سلاح حزب الله سيسلم سلاحه؟ سيصبح السلاح حكما سلاح الاستراتيجية الوطنية. نعم. وسيكون له قياداته وستكون له تخطيط ومبادرات العمل والحركة. يعني نظراتكم إيجابية ومتفائلة سيد روكوز الصغيب. بالعودة إلى الدكتور قاسم هاشم، برأيك اليوم في جلسة الحوار الوطني هل فصل تماما مسألة سلاح حزب الله عن مسألة استراتيجية دفاعية كما أراد رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان؟ المفترض أن يكون حصل هذا الأمر على هذا المستوى إذا ما التزم كل الفرقاء بما تم التفاهم عليه من خلال المداخلات التي تمت اليوم، من خلال توجه فخامة الرئيس ومداخلة دولة الرئيس نبي بري. نعم. الذي عاد بالذاكرة إلى السياق التاريخي للصراع مع هذا العدو، لأطماع هذا العدو منذ قيام الوطن.
كيان الغاصب على حدودنا الجنوبية واحتلال فلسطين. نعم. منذ تلك الأيام وما تبعه من احتلالات ومن اعتداءات متكررة، ويوم لم يكن هنالك مقاومة وما كان يحصل في الأربعينيات والخمسينيات، إلى كانت سلاح المقاومة وكان هذا كانت المعادلة الجديدة في الصراع مع العدو. طيب دكتور الجديد. قاسم هاشم يؤكد من جديد أن هذا السلاح سلاح المقاومة يجب أن يكون دكتور قاسم هاشم خارج التداول، لأن البحث هو في استراتيجية اليوم. طيب هذا اليوم هو عامل الردع الأساسي لهذا العدو في ظل المعادلة الجديدة. اليوم في جلسة الحوار الوطني الرئيس نبيه بري قدم مطالعته حول الاستراتيجية الدفاعية، أيضا النائب أرسلان قدم دراسة طبيعي حول نظرته إلى الاستراتيجية. ما رأيك هنا سؤال مطروح في من يقول أن أي من المشاركين في طاولة الحوار الوطني هو غير مخول بوضع استراتيجية دفاعية للبلاد، هي قيادة الجيش فقط التي يحق لها ذلك، الأمر منوط بها؟ لابد هذا موضوع وطني بامتياز. نعم، لكننا نحن في ظل في ظروف غير طبيعية، في ظل ظروف أثبت أنه لا يمكن للجيوش النظامية أن تضع حدا لأطماع العدو أو أن توازي في معادلة جديدة. أرست المقاومة معادلة جديدة في مسألة الصراع وفي موازين القوة، فمن الطبيعي أن يكون هنالك رؤى جديدة تتلقفها المؤسسات وتضع الأسس التي من الممكن أن تساعد في الوصول إلى الاستراتيجية الوطنية. ولا شك أن حتى البيان الوزاري أكد على التكامل ما بين الجيش والمقاومة والشعب في بناء هذه الاستراتيجية، وهذا أمر طبيعي. صحيح. طيب سأنتقل لو سمحت سأتوقف معك عند هذه النقطة. لا لأنه في موضوع المؤسسة العسكرية. جيد. ليشرك معي السيد. أتمنى لو كان هذا الجيش كامل كل القدرات. واضح الفكرة في هذه النقطة. لما كنا احتجنا في يوم من الأيام للمقاومة وهذه المقاومة. اسمح لي أن أشرك معي في الحوار السيد جوني منير. سيد جوني منير، هناك من يقول أن ما يجري حاليا في جلسات الحوار الوطني هو فقط لعب بالوقت الضائع، لا أمل بالاتفاق. وتأكيدا على هذا الكلام، البعض يقول أن النائب عون في حديث له نشرته صحيفة النهار البارحة قال إن ما يجري ليس حوارا هو جدال، كل واحد يريد أن يغلب الآخر. سيد جوني منير، يبدو أن فقدنا الاتصال معه. أعود إلى سيد روكوس صغيب. سيد روكوس صغيب، لوحظ أن التحذيرات الإسرائيلية والأمريكية التي تركز وتصوب دائما على سلاح المقاومة، وهناك تناغم بينها وبين تصريحات بعض أطراف في قوى 14 من آذار، لماذا برأيك؟ يعني لماذا السؤال؟ أنه بالربط بين الاثنين، أنه إذا كانوا عم بيطالب، إذا نحن عم نطالب ونقول أنه سلاح حزب الله يجب أن يخضع إلى الاستراتيجية الوطنية، وكان عندنا حق، أو نحن هلأ رايحين على طاولة حوار لدرس الاستراتيجية الوطنية يلي حكما ستضع سلاح حزب الله في مكان ما ضمن هذه الاستراتيجية، وإلا شو عم نعمل؟ إذا غير نطالب بهذا المطلب نصبح مرتهنين إلى الآخر بهذا المطلب. لكن البعض يقول أن ذلك يقدم خدمة مجانية للعدو الصهيوني. لا، يقدم خدمة وليست مجانية للشعب اللبناني يلي عم يطالب بأنه يكون كله متضامن حول الاستراتيجية وحدي. طيب جيد، بالعودة إلى سيد جوني منير أصبح معنا على الخط. سيد جوني منير، هل سمعت سؤالي أم أكرره؟ لا لم أسمعه جيد. طيب هناك من يقول أن ما يجري حاليا في جلسات الحوار الوطني هو مجرد لعب بالوقت الضائع، لا أمل بالاتفاق بلبنان، وتعليقا على ذلك الجنرال عون قال البارحة في حديث لصحيفة النهار أن ما يجري ليس حوارا هو جدال، كل واحد يريد تغليب رأيه على الآخر. صحيح الحكاية هذا، يعني هذا اللي حاولت بيكيب السؤال. الحقيقة أن طاولة أن الموضوع كده